السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أعمل بانل سكادول بدوس هنا وأقول له كرييت بانل سكادول. لما تستخدم الديفولت تمبليت أو تختار التمبليت، أنا هقول له هات الديفولت، فبيجيب لي بالشكل دوت وعمل لي البانل سكادول اهوت، وتقدر تسحبه وتحطه في قلب الشيت لو أنت حابب. في كذا سكادول موجودة اهوت. طيب لو احنا عايزين نعدل في الشكل بتاع السكادول، نضيف بيانات او نحذف بيانات، فبكل بساطه من مانج بروح البانل سكادول تمبليت وبقول له مانج تمبليت، بيقول لي ان انا عندي ثلاث انواع اهوت، بانل وعندي الداتا بانل وعندي السويتش بورد. فلو اخترت دوت بيقول لي انت عايز في تو كولوم سيرتيكيت اكروس او داون او وان كولوم. التمبليت موجود هنا، ممكن تعمل له دوبليكيت او تدخل هنا في الايديت. في الايديت بيبدا يفتح لي التمبليت ده فاضي خالص، تمام، ولما بتبدا تختار بدل معينه بيبدا يملا البيانات الموجوده. ممكن مثلا تيجي هنا تعدل الكلمه اللي هنا لو انت حابب، تديها مثلا سي مثلا او اي حاجه انت مختارها. على سبيل المثال يعني، تمام، تقدر تعدل زي ما انت عايز، ده تكست عادي. طيب ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز اضيف كولوم معين، انسيرت كولوم، بيقول لك ناحية اليمين ولا ناحية الشمال، خلينا في اليمين. تقدر بقى تعمل تكبير للحاجة اللي انت عايزها، ممكن تعمل سيلكت كده وتقول دول انا عايز يبقى فيهم مثلا الكرنت، وتبدأ تغير العنوان عادي بالشكل ده. طيب انا عايز اغير شكل الجدول، فزي الاكسل باجي هنا واقول له انا عايز اديت بورد، واقول له انسايد واوتسايد وكل حاجة، يبدأ يحط لي الجدول بالشكل دوت. ده خلاص انت كده بتعدل في التمبليت. طيب فينش تمبليت، تقدر تعمل سيلكت هنا وتقول له ايديت بانل سكادول لو انت عايز ان انت تعدل. طيب ممكن مثلا تيجي هنا برضو تقول له مانج تمبليت، هتلاقي الجزء ده في حاجة اسمها ابلاي تمبليت. يعني ايه ابلاي تمبليت؟ يعني ده دول ممكن تقول له انا عايز ياخد نفس التمبليت دوت، تمام. ممكن تقول له مثلا عايز ده او ده او ده، تقدر تختار اللي انت عايزه، تقول له ابديت سكادول، فهو يعمل ابديت للسكادول على الاعداد. ممكن تعمل سيلكت عليهم كلهم وتقول له ياخد التمبليت دوت. بعد كده ممكن تيجي تقول له انا عايز اعمل ايديت للتمبليت، فتبدأ تختار اي واحد فيهم وتعمل التعديلات اللي انت عايزها. وممكن تدخل هنا في الست تمبليت اوبشن، دي جنرال اوبشن زي التوتال ويتس قد ايه والنمبر اوف سوليد شو هتبقى فاريبل ولا فيكسد، وايه الاجزاء اللي تظهر، البارتس هتظهر في الهيدر ولا في الفوتر ولا لوت سامري، وشكل البورد هيبقى عامل ازاي. السيرتكت تيبل في اشكال جاهزه تقدر تختار منها اللي انت عايزها، وهنا دي الحاجات اللي هتبقى موجوده في السكادول. لو انت عايز تحذف حاجة ممكن تختارها وتقول له ريموف، تمام، ممكن تختار اللي انت عايزه وتخليه اد، يعني ممكن تختار كل دول وتضيفهم هنا. وعندك موف اب وداون لو انت عايز حاجة تطلع في الاول او تنزل في الاخر.